تم تقديم خارطة الطريق أمام أنظر صاحب جلالة نصر الله اللي كتستمد القوة ديالها من توجيهات سامية المتضمنة في الخطاب الملكي ديال 20 غشت، وأيضا من المكتسبات اللي ركمتها المنظومة منذ إحداث هذا النظام التكوين المهني الوطني. هذا خارطة الطريق كتعطي واحد الأهمية لتأهيل القطاع القائم الحالي وتأهيل هيكلة شعبه، وأيضا اعتماد واحد المقاربة جديدة، واحد المقاربة بيداغوجية جديدة تعتمد على الكفايات، وأيضا تولي عناية خاصة للكفايات والمهارات الذاتية وللغات الأجنبية، وأيضا للعمل في فضاء مهني. واللي مهم في هذه خارطة الطريق هو إحداث جيل جديد من المؤسسات، ولا سيما ما تم إطلاقه هو إنشاء مدن المهن والكفاءات متعددة الأقطاب والتخصصات بكل جهة من المملكة. هذا النموذج إن شاء الله فاش غادي ينطلق غادي يكون مناسبة لتطوير النظام التكوين المهني القائم، لا على المستوى ديال الحكمة، لا على المستوى ديال المضامين، لا على المستوى ديال التجهيزات والبرامج التكوينية. خدينا بعين الاعتبار الجانب المجالي والجهوي لهذا المعاهد، لهذا هاد المعاهد غادي يطوروا المجالات السوسيو اقتصادية أخذا بعين الاعتبار مؤهلات ديال كل جهة على حدة، وغيكون واحد العدد ديال المسالك اللي غيكونوا عرضانية على المستوى الوطني حتى نتمكن من إعطاء هاد الفرصة ديال رفع القدرات التكوينية والمهارات ديال الشباب على المستوى الوطني.